في سبتمبر 2015 رفضت المملكة العربية السعودية أن تلعب لقاء مع المنتخب الفلسطيني ضمن التصفيات الآسيوية، لأن اللقاء كان على الأراضي العربية المحتلة في القدس، وهو ما اعتبرته المملكة في حينها تطبيعاً مرفوضاً على كل المستويات. يومها اقترحت السعودية أن يتم نقل اللقاء للأردن، لكن السلطة الفلسطينية رفضت فلم يلعب اللقاء. النهاردة أكتوبر 2019 المنتخب السعودي سيتوجه للقدس المحتلة ليلعب لقاء مع المنتخب الفلسطيني ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 22 وكأس آسيا 23. الحملة الشعبية الفلسطينية ضد التطبيع أكدت أن المباراة تشكل اعترافاً مباشراً بسيادة الكيان الصهيوني، على الرغم مما يدعيه البعض بكونها تثبيتاً للملعب البيت الفلسطيني. كلا الاتحادين الفلسطيني والسعودي يتحملان المسؤولية المباشرة عن هذا الخرق، ومعهما السلطات المسؤولة في كلا البلدين بأعلى المستويات السياسية، هكذا أكدت الحملة. اللقاء يعني ختم دولة الاحتلال وموافقتها على دخول المنتخب السعودي، بينما يحرم اللاجئ الفلسطيني من العودة إلى أرضه، ويحرم اللاعب في غزة من ملاقاة زميله في الضفة المحتلة. هذا اللقاء يعني تطبيعاً مع احتلال قتل أكثر من 700 رياضي فلسطيني منذ عام 67. حركة الجهاد الإسلامي رفضت الزيارة السعودية التي ستمر من حواجز جيش الاحتلال وستمهر بختمه على جوازات السعوديين. حماس دعت الأشقاء العرب لعدم القيام بمثل هذه الزيارات التي من شأنها أن تكسب الاحتلال الإسرائيلي الشرعية. الاتحاد الفلسطيني ورجوبه شريكان رئيسان في الجرم لا ريب، فهما يسيران بأمر سلطة أبو مازن المنبطحة تحت البساطير الإسرائيلية. لزاما يجب تغيير مكان المباريات للمنتخب الفلسطيني خارج الأراضي المحتلة ولتكن الأردن. الاتحاد الفلسطيني يجب ألا يضغط على من يرفض اللعب في الأراضي المحتلة كما فعل مع النجم اللبناني مثلا. أعينوا الناس على رفض التطبيع، فلسطين ليست ملعبا للتطبيع، الملعب الفلسطيني ليس مكانا لدحرجة كرة التطبيع وتمرير سياسات التصفية للقضية الفلسطينية. الكرة الآن في ملعب الجماهير الفلسطينية، والتي يجب أن تلقن الجميع درسا لا ينسى كدرس محمد سعود مثلا. أما السعودية، أما ابن سلمان تحديدا، فقد خلصت فيه كل الكلام، طمع ففجر وقتل وفرط، والمصير حتمي، الله غالب. أعلن بدء العملية العسكرية نبع السلام في شمالي سوريا. الوحدات الكردية قصد تعلن النافرة العام لثلاثة أيام وتكثيف التجنيد الإجباري. بيان من وزارة الخارجية المصرية تدين فيه بأشد العبارات العملية العسكرية التركية في الشمال السوري. علي عبد العال يعلن دعمه للسيسي وثقته بأن مصر وأمنها القومي في أيادي أمينة لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل. مستشار وزارة الري الأثيوبية اقتراح مصر بملء السد خلال 7 سنوات تجاوز للخط الأحمر الذي رسمته أثيوبيا. لا يوجد معتقل سياسي واحد. علي عبد العال ردا على مطالبة برلمانية بضرورة الإفراج عن معتقل تظاهرات 20 سبتمبر الفائت. إعادة إجراءات محاكمة 73 معتقلا من رافض الانقلاب العسكري، بينهم 3 أطفال في قضية فض ربع. نقل نجلة خيرة الشاطر لمستشفى سجن النساء على خلفية إضرابها عن الطعام. وزارة الهجرة المصرية تصدر بيانا قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية علي أبو القاسم ما زالت تحت الدراسة. وزارة الصحة ترسل فريقا طبيا لدولة تشاد لافتتاح عيادة تحيا مصر إفريقيا لعلاج 1 مليون إفريقي من فيروس سي. على هامش مؤتمر مستقبل الطاقة النووية بمصر، وزير الكهرباء سيتم تشغيل مشروع الضبع النووي في فبراير عام 2026. الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي. رئيس الوزراء العراقي يعلن الحداد لمدة 3 أيام على القتلى من المتظاهرين وقوات الأمن اعتبارا من غد الخميس. أنباء عن انسحاب إماراتي وسوداني من أكبر قاعدة عسكرية باليمن.
اشتباكات بين الميليشيات الكردية والجيش الوطني السوري بريف حلب. مقتل شاب وأمه في قصف لقوات نظام بشار على إدلب. زعيم حزب الحركة القومية التركية المعارض وحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يؤيدان أردوغان في العملية العسكرية بشمالي سوريا. الميليشيات الكردية توقف عملياتها ضد داعش ردا على العملية التركية. مجلس الأمن يبحث غدا الخميس عملية تركيا في الشمال السوري. أردوغان: سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بفضل المنطقة الآمنة التي سننشئها. وفي مصر: ارتفاع طفيف في أسعار الذهب ليسجل عيار 21691 جنيها للجرام، مع ثبات نسبي للدولار ليكون سعر الشراء 16 جنيها و25 قرشا. 6 منظمات حقوقية تطالب عبد الفتاح السيسي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام. وأخيرا: مصطفى مدبول يقول دخلنا مرحلة الفقر المائي ومياه الصرف لمواجهة سد النهضة.